مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة المحلية والمستهلة باليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر 8 مايو 1945، حيث أحيت بلدية بطيوة بولاية وهران الذكرى بحضور الأسرة الثورية والمواطنين، حيث كانت المناسبة للوقوف على بعض المشاريع وتسمية بعض الأحياء بأسماء الشهداء. عمارية نهاري. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 خرج الجزائريون إلى الساحات والشوارع مطالبين بالحرية، لكن الاستثمار قابلهم بالقتل والإبادة. اليوم دائرة بطيوة بوهران تحيي هذه الذكرى بحضور الأسرة الثورية والمواطنين. أخرتها قلمة، على تيوي ديز الجيريان ديز انوسون. وهذا المشعل ان شاء الله احنا ما يتفرناش، وكما قال لك يكون ان شاء الله يكون نقطه وبذره اللي تنزرع في هذا الجيل الصاعد ان شاء الله. 45,000 شهيد جزائريين وجزائريات، ونترحم على ارواح الشهداء، اللهم ارحمه رحمه واسعه. قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وتسمية الأحياء والوقوف على المشاريع التنموية بالقرى والمداشر. هنا عندنا وقف الترحم على الشهداء طيب اللهم تراهم، ومن بعد عندنا عدة تسميات وعندنا عدة مشاريع تنموية. ويبقى 8 مايو محطة تاريخية يحكي عن بشاعة الاستثمار الفرنسي. تتواصل المشاريع التنموية بولاية باتنا لتمس هذه المرة دائرة تزولت التي استفادت من الربط بشبكة الكهرباء، وكذا مشاريع لفك العزلة عن المناطق النائية والبعيدة، وهذا تزامنا والاحتفال باليوم الوطني للذاكرة. يونس لكحالتيب. ما يزيد عن 1000 عائلة استفادت من الربط بشبكة الكهرباء بدائرة تزولت بباتنا ضمن مشاريع جديدة، وهو ما يسمح بتغطية مستمرة خاصة خلال فصل الصيف. هذا الحي هذا حي جديد بدأ في 2012، يعني الرخص اللي استلمناها من البلدية تاع البناء في 2012، منذ 2012 حتى لليوم. اليوم نستبشروا بخير، نستبشروا خير بهذا المشروع هذا. حنا عشنا سنوات في الظلام الدامس، لوبسكيوريتي توتال، ناب علينا رب العالمين. الفضل الاول يرجع رب العالمين والرجال اللي قايمين ويعطيهم الصحه. واش هو يخصنا المرافق، يخصنا طريق، تخصنا المدرسه، ولادنا ما يقدروش يمشيو قدام كيلومتر السنه الاولى ابتدائي. هذا هو المشكل. مشاريع تنمويه عديده استفادت منها تزولت على غرار هذا الطريق الذي يربط قراها بالمدينه. هذه الاحياء ضعيفه من حيث التنميه، من خلال يعني عدم وجود الكهرباء، عدم وجود الغاز، عدم وجود شبكة التطهير، شبكة الماء إلى آخره. هذه التراكمات احنا خذيناها بعين الاعتبار وسجلنا مبالغ مالية ضخمة باش نتكفلوا بهذا الأحياء، ولا سيما كنا درنا تعهد مع المواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية، وبدينا اليوم بربط هذه الأحياء بشبكة الكهرباء. هي مشاريع تنموية دخلت الخدمة وأخرى طور الإنجاز، وكلها لضمان حياة أفضل للمواطن. في قطاع التربية ستدخل 3 مؤسسات تربوية جديدة حيز الخدمة مع بداية الدخول المدرسي القادم بولاية تبسة، وتتمثل في متوسطتين وثانوية، في انتظار انطلاق أشغال إنجاز 43 مؤسسة تربوية جديدة عبر مختلف بلديات الولاية. عمار توبال. على قدم وساق تجري أشغال إنجاز متوسطة من نوع قاعدة 6 بالحي السكني الجديد الدكان، وكذلك الشأن بمتوسطة أخرى ببلدية صفصاف الوسرى وثانوية بشريعة، والهدف إنهاء الأشغال وتسليمها قبل الدخول المدرسي القادم. وإن شاء الله راهي تكون واجدة في السنة الدراسية المقبلة إن شاء الله، وكل الدعم من السيد مدير ديوان الترقية والتسعير العقاري والسيد الوالي الذي حرص علينا في الانهاء اتمام الاشغال ان شاء الله مع الدخول المدرسي. هذه الثانويه نمط 1000 تلميذ، عدد الافواج التربويه 34 فوج، حجم الفوج 30 تلميذ. يعني. وان شاء الله ان شاء الله نشوف الاشغال راهي على قدم الوساق، رانا نتمنوا ان شاء الله تكون واجده في الدخول المدرسي القادم. وبغية تحسين ظروف التمدرس خصصت ولاية تبسة غلافا ماليا ضخما لإنجاز عديد المرافق التربوية، وستنطلق الأشغال بها في القريب العاجل. هناك 43 مؤسسة تعليمية بين دراسة وإنجاز، كانت مؤسسات اللي استفادت من غلاف مالي مخصص للدراسة والإنجاز، مؤسسات استفادت بالدراسة ومؤسسات استفادت بالإنجاز. هذه كانت محل الطعن من طرف بعض مكاتب الدراسات. المحكمة فصلت لصالح الولاية وتم الانطلاق في كل هذه المشاريع هذو. نذكر بأن استنفذت كل الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك الدراسات انطلقت، وحتى الإنجاز قلت راح ينطلق إن شاء الله عن قريب في كل بلديات. بس الولاية الحدودية عرفت قفزة تنموية نوعية خاصة في قطاع التربية. إلى قطاع السكن بولاية وذكلاحة استفادت التخصيصات الاجتماعية بدائرة سيدي خويلد من مشاريع تهيئة واسعة تشمل الربط بالشبكات الضرورية والمرافق العمومية. عيسى تومي وأكثر تفاصيل. تعد التجزئات الاجتماعية من بين الصيغ المفضلة بولاية ورقلة نظرا لوفرة الوعاء العقاري، وبهدف تغطية الطلب المتزايد على هذه الصيغة تعززت الحظيرة السكنية بها من حصة معتبرة من هذه التخصيصات، والتي استفادت من عملية تهيئة واسعة للربط بالشبكات الضرورية. المساحة 12 في 16 ما شاء الله. السنة مروا قرتهم راكبين، العين راكبة، وإن شاء الله خصنا غير تريسيتي تشوف الناس داينة على بعضها. نشكرهم هما المجلس اللي فات دار بداو بشبكة المياه، يعني هنا الماء تسمى راه الله يبارك ما شاء الله خويا بلا مضخه. والمسالك كما راك تشوفوا المسالك، حنا درك نطالبوا الحاجه نطالبوا بها هي انها الكهرباء، والمشكل الرئيسي. وموازاة مع ذلك استفادت هذه التخصيصات الاجتماعيه من اجراءات وتدابير صارمه لتسليم هذه المشاريع في اجالها المحدده، ورفع جميع العراقيل التي تحون دون ذلك لتمكين المستفيدين من انجاز سكناتهم. ما يقارب 10,000 قطعه ارضيه في كل البلديات وين عندنا التجزئات الاجتماعية، بحيث أن كل هذه التجزئات تم فيها شبكات التطهير، شبكات المياه، والانطلاق في الأيام القليلة القادمة نتاع شبكات الكهرباء ثم الغاز، ومن بعدها ندخلوا للتهيئة والإنارة العمومية بأرصفتها وبطرقاتها. كما خصصت أوعية عقارية خاصة بالتجهيزات العمومية والمرافق الضرورية للمواطن في هذه الأحياء. يغطي المركب الصناعي والتجاري لمطاحن الأغواط 4 ولايات جنوبية بمدتي السميد والفرينة والكسكسية بمقدار يفوق 14,000 قنطار شهريا. كما توفر هذه المطاحن أيضا عدة نقاط لبيع هذه المادة الأساسية وبجودة عالية. فؤاد أحماني. مركب مطاحن الأغواط مختص في تحويل المادة الأولية من القمح الصلب واللين لإنتاج مادتي السميد والفرينة بطاقة إنتاجية من القمح الصلب بحوالي 14,000 قنطار شهريا، وبين 44,000 إلى 45,000 قنطار شهريا من القمح اللين. ويشتغل المركب على مدار الأسبوع لإشباع السوق المحلي وحتى الولايات المجاورة بهذه المادة الأساسية والمطلوبة كثيرا. وحنا رانا هنا متواجدين الحمد لله باش نوفروا هذه الكميه، الماده موجوده ومتوفره ان شاء الله هي، وبكميات اللي يحتاجها السوق المحلي ان شاء الله. المركب يتوفر على 14 نقطه البيع، منها 8 نقاط بيع متواجده في اقليم الولايه، وباقي النقاط متوزعين على الولايات الاخرى. استفدنا من حصه اضافيه من ماده القمح الصلب، مما ادى الى مضاعفة الإنتاج تقريبا بحوالي 50%. كمية إضافية من القمح الصلب ستدعم إنتاج مؤسسة مطاحن الأغواط لضمان تموين جميع نقاط البيع بمادة السميد. منتج النهائي تاع السميد عندنا حوالي 640 قنطار يوميا و1500 قنطار تاع فرينة تخرج للأسواق يوميا. هذه بالنسبة للكسكس عندنا الطاقة الإنتاجية تاعه تبلغ 6,040 قنطار في الشهر، وهو ما يقدر حوالي 280 قنطار يوميا، لكن حاليا رانا نمشيو بوتيره 150 قنطار في اليوم. بالنسبه لتزويد الاسواق احنا ما عندناش حتى مشكل، ما عندناش حتى انقطاعات في الانتاج، كل شيء يمشي بوتيره عاديه. نطلبوا من المستهلك يتحلى بعقلانيه ويكون صبور، هذا ما كان. كميات معتبره يتم ضخها في الاسواق ونقاط البيع المخصصه لذلك من ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة وطمنرست وجلي بلدية الأغواط. في مبادرة إنسانية نظمت مديرية الصحة لولاية معسكر حملة للتبرع بالدم، الحملة التي تأتي بالتنسيق مع المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة، تهدف إلى جمع هذه المادة الحيوية لفائدة مرضى المستشفيات. مختار مدكور. اختير لها المحطة البرية كمرفق عام يرتاده المسافرون بشكل كبير. حملة للتبرع بالدم والتي تأتي دعما لمستشفيات ولاية معسكر بهذه المادة الحيوية. ذكرني سائق حافلة هنا خدم سعيدة معسكر، وما نشوف الشاحنة تاع الدم هذه نفرح بزاف. أنا الدم هذا تاعي يروح أي واحد باغي، واحد محتاج، واحد بيموت، مراه بتزيد. يديروا لدين الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من احيا نفسا كانما يحيي الناس جميعا. احنا هذه درناها في الاجر تاع الله سبحانه وتعالى. عدد المتبرعين اليوم حوالي 45 تا 50 واحد وراهم مشكورين. الحملة التي تأتي بالتنسيق والفرع الولائي لسائقي سيارات الأجرة يأتي في سياق الاحتياج الدائم للدم لإنقاذ حياة المرضى. الحمد لله الحياة وجدت وناس المتبرعين عاودوا ولوا لا كونفيونس في البريليفمون عاودت ولد ولي بنك تاعنا تعمروا. هذا وتتواصل الحملة لتشمل عددا من المواقع والهيئات في نقاط متفرقة من ولاية معسكر. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.